بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم مع جولة جديدة في الصيدلية، ويا ريت تدعمونا بلايك واشتراك وتفعيل الجرس. في حلقة اليوم معانا إفلوتيزم كريم، وهو يعمل على تقليل الشعر الزائد في وجه السيدات، حيث أنه يبطئ من نمو الشعر ويحسن الشكل في المنطقة التي يستعمل عليها، حيث أنه يحسن المظهر العام، ويظهر التحسن في مدة من 4 إلى 8 أسابيع أو أكثر حسب الاستجابة للعلاج، ويستخدم حسب وصفة الطبيب. العبوة 15 جرام، سعر العبوة 100 جنيه. مع تمنياتي لكم بدوام الصحة والعافية.